لك اهي اللي هما دول اللي هي دي. طب هو انا هخش على اي واحده من دول ازاي؟ طب انا ما اعرفش ولا واحده ولا عارف اشكالهم. خلاص تعالى اخش على اي واحده من دول كده. ايوه ماشي، ما انا ما اعرفش، مش عارف امتى اختار اني شكل. هتلاقي في عندك هنا فولدر، ده اللي هو الكتالوج بتاعهم. فين الكتالوج بتاعهم؟ اللي هو ده. انت حابب اني واحده من دول؟ اه والله مثلا انا حابب دي. دي اسمها ايه؟ اسمها كذا كذا. ده تعالى شوفه هو فين بره، اسمه فين، هتشايفه اي واحد مش مشكله. هاخده كده، انا ممكن العب في الماتيريال بس انا مش عايز ابوظها. هاخده في اي حته فاضيه، رايت كليك، هقوله هنا اكستراكت، زي ما احنا عملنا فين في البول او في الميه بتاعت البول. اكستراكت هير مثلا اهي، اللي هي دي الماتيريال الجاهزه اللي هي الاكستنشن بتاعتها ام اي تي. هجيبها ازاي عندي جوه الماكس عشان احطها هنا عندي على الكتله دي؟ حاجه هنا في الماتيريال اللي انا ممكن اجيبها. في عندك نوع من انواع الماتيريال، يا اما اللي هي الستاندرد، يا اما اللي ايه اللي هي الادفانسد، اللي هي دي. لو جات لك دي في الاول اختار اللي هي اول واحده. هتلاقي في عندك هنا اهو عدد من الكور، هاخد اي كوره بصفه مبدئيه وهاجي عندي على مين، وهاجي اختار هنا السهم الصغنن ده، وهاجي اقول له، وهاجي اختار الماتيريال المفكوكه اللي هي راحت فين، اللي هي دي. هتنزل عندك فين؟ اهي. هاجي هنا دبل كليك، هتنزل لك فين؟ على الكوره. عشان اطلع محتويات الكوره دي فانا هاجي اعمل حاجتين، هعمل هنا اساين وهعمل شو. انت كل اللي انت جيت عملته ان انت رحت استدعيت ماتيريال جاهزه ورحت ايه بعتها على الكتله اللي انت ماسكها، لا اكثر لا اقل. طب تمام، ايه الشكل المفروض يطلع لي؟ هعمل رندر كده اهي. هل انت عملت فيه حاجه؟ لا انا ما عملتش. كل اللي انا جيت عملته ان انا اتفرجت على شكل الماتيريال من خلال الكتالوج ده، ونقيت اللي على مزاجي وعرفت اسمه ورحت ركبته فين؟ على الموجود هنا. ده في المكتبه كلها اللي احنا ايه اللي هي اللي موجوده معانا دي كده. حد كده في مشكله؟ طب تمام، دي حاجه. طب انا بقى مش دايما لازم اروح اعمل الكلام ده، يعني انا مش عايز دايما اروح اشتغل بمكتبات جاهزه، انا عايز اروح اصنع. هتلاقي في عندك ثلاث اضلاع هي اللي هي تقريبا 90% من الماتيريال هنصممها من خلالهم. اللي هي عندك في الشاشه اللي هي بتاعت الماتيريال دي، عندك هنا اول عنوان اللي هو اسمه ايه؟ تمام. طب ثاني عنوان يا ابو سليم اسخن بقى معايا، ريفلكت. واخر واحد ريفلكت. يبقى في واحده ريفلكت بالال، واحده ريفراكت بالار. الثلاث اضلاع دولت هما اللي هيصنعوا لك تقريبا 90% من الماتيريال. يعني مثلا الاول، اول ما انت بتيجي تبصي باجي الاقي هنا اهو في عندي كام كوره، هتلاقي سته. هما كام كوره اصلا؟ الناس اشتغلت يا صلاح اومر، عشان بس الايه عدد الكور اللي موجوده كلها اهي في سكرول اهو، عددهم 24 كوره. طب احنا زمان كان لما بتخلص كانت بتبقى عندنا مشكله، كنت انا اجي اعمل لها سيف ثم اجي احفظها واعمل لها ديليت وارجع اعمل لها تاني انزل ماتيريال، كانت شغلانه. فعشان كده لو انت عندك الكادر بتاعك او الشوط بتاعك فيه اكتر من 24 ماتيريال، فعشان كده هم عملوا الادفانس ماتيريال اللي هي دي عشان تحط فيها عدد لا نهائي من الماتيريال اللي انت عايزها. طيب كل واحدة من دي هي عبارة عن مكان أو عبارة عن كورة بحط فيها الماتيريال عشان أنزلها عندي بره على أوبجيكت أو على أي عدد من الأوبجيكتس بتاعتي. طب أول حاجة عندك هنا أهو، هتلاقي في عندك هنا كلمة إيه؟ فيوز، فيها لون وفي مربع هنا ممكن أستدعي منه أي خامة، مش فاهم. الكور اللي موجودة دي أنت ممكن تعرض كل الكور، يعني كليك يمين تقول والله أنا عايز أشوف قدام عينيا 4 في 6، دولت الـ 24 إيه ماتيريال. في حد شايف شكل الماتيريال على الكوره؟ هتبان بوضوح؟ خلاص كبرها. لا مش شايف. كبرها. مش كبرهم، يعني قلل لي عدد الكور المعروضه قدامي. طب انت شايفه كده؟ لا مش شايف برضه، نظر ضعيف. تعالي دبل كليك عندك على اي كور. كده بقى خلاص عدينا العيب وازح. خلاص؟ يبقى معنى كده ان كل اللي انا جيت عملته ده ان انا بستعرض شكل الماتيريال على الكوره من جوه قبل ما اخرج ايه؟ من بره. عايز اروح اغير لون. تعالي هنا عندك على ديفيوز واخد هنا اي درجة لون، هاخد اي لون يا صلاح؟ اخلص اصفر
استغفر الله العظيم يا رب. ده حلو؟ هنرمعه شوية. طب اللون جالك هنا وظهر عندك على الكورة لكن ما جاش بره، فأنا مضطر إن أنا أمسك الكتلة وأجي أعمل هنا أساين وأعمل هنا شو. طب استنى، طب أنا ممكن أريح دماغي وأدي اللون ده من بره، اللي من بره ده مش ماتيريال. يعني ما الإضاءة مش تقدر تتعامل معاه. فأنت عايز حتى تدي لون، فأنت ممكن لازم تديها عندك منين؟ من الكور اللي موجود عندك من جوه. طب أنت كده جيت اديت هنا إيه؟ درجة لون، اعمل كده ريندر وشوف. حد معايا ولا فين؟ طب تمام. حلو قوي الكلام ده. طب انا مش عايز لون، انا عايز ادي خامه بقى. طب الخامه اللي انت هتديها دي هتديها ازاي؟ حد شاف المربع ده؟ احنا اتفقنا المكتبه الجاهزه بجيبها منين؟ تمام، صحصح انت اهو. هتلاقي في عندك هنا جنب كلمه ديفيوز في عندك مربع صغير. ايوه، هتعمل منه ايه؟ في هنا كلمه ايه هنا يا مسعد؟ تمام. وهاجي اختار هنا ايه ده؟ هي دي جت منين؟ اي جهاز نازل عليه 3 دي ماكس هتلاقي عندك المكتبه دي، دي عباره عن فولدر فيه مجموعه صور. مكانه اهو على السي، على البروجرام فايلز، على كل الباص ده لحد هنا اللي هم دول. ودول انت صورتهم اعتقد قبل كده. عايز اختار اي اي شكل، ماشي. اختار يا صلاح. خلي بالك انا بسجل. ها؟ عارف انا لو كده رابع واحد على الشمال، رابع واحد على الشمال ده بس خد بالك ده مش يعني ماشي، يعني انت عايز ده. اخلص صلاح وانت بتنقعش البيت. ممكن اللي جنبيه خلاص، تعال ناخد ده. جالك فين؟ اهو على الكوره. طب جالك بره؟ لا، لازم اعمل هنا اساين واعمل هنا شو. ما ينفعش اعمل دراج يا باشمهندس. ممكن اعمل دراج، اخدها كده. طيب لما انت عملت اساين وشو، هل ظهر بره؟ لا. اي كتله فيها مشكله في اظهار الماتيريال عليها فانا باجي هنا من موديفاي واطلب لها امر اسمه يو في دبليو مان اللي هو ايه القصه بتاعته؟ القصه بتاعته ان هو عامل ازاي؟ بيقول لك انا بروح اوضح لك شكل الماتيريال وعندك على الكتله بتاعته. طب عايز اروح اعمل تايلنج، انا مش فاهم يعني ايه تايلنج؟ يعني مثلا انا عندي هنا اهو بوكس اللي هو ده. وهعمل اساين وهعمل هنا ادي شو شو الماتيريال. الشكل اللي طلع ايه؟ اهو. ما هي دي في النهايه صوره. طب الصوره دي انا ممكن اروح اكررها في اليو والفي، اليو والفي اللي هي الاكس والواي. ممكن اروح اكررها مثلا هنا مرتين في الاكس مرتين في الواي. هل حجمها صغر؟ طبيعي. طب ممكن اروح ادي لها درجه روتيشن انجل يو في دبليو اللي هي اكس واي زد. او ممكن اروح اعملها روتيت بايديا زي الباركيه. او ممكن ارجعها لاصلحه تانية يا مسعد. شايفه؟ او لو انت جاي واخد مثلا ماتيريال تانية زي مثلا زي دي كده. شايفه يا مسعد؟ عايز اقص منها الحته الحمراء دي بس واشيل الزوايد اللي حواليها. هتلاقي من تحت عندك هنا ايه؟ الله، ده اهي المربع الاحمر ده. انا ممكن اروح اعمل ريسايز للمحتوى اللي جوه. واعمل هنا ابلاي. هو ما قصهاش لكن عمل منها كروب من غير ما يبوظ الصوره. يبقى انت رحت قصيت جزء من الصوره مؤقتا عشان يظهر عندك من بره. حتى لو حبيت ترجع في كلامك تاني اهو. شايف يا مسعد؟ شيل ابلاي. حد معايا ولا فين؟ عايز اكرر الجديد ده مفيش مانع اهو. انت خدت الجزئيه اللي انت عايزها وتقدر تكررها اهي براحتك زي ما تحب يعني. طب عايز ارجع تاني كما كنت، في هنا سهم اللي هو جو تو بيرنت اللي هو بيرجع للاساسي، بيرجع كانك انت على اي ويب سايت بتدوس على عنوان يروح مدخلك على صفحه ثانيه وترجعي اي باك وهكذا. يبقى كل اللي انت جيت استخدمتيه اللي هو ايه؟ الديفيوز، سواء هروح اغير درجه لون او هروح احط هنا ماتيريال او الحاجة التالتة اللي هو أمر اللي هو بتاع يو في دبليو ماب اللي هو بيظبط لك الماتيريال عندك على مين؟ على الكتلة. وصلت؟